وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صحتين وهنا، وحلقة الخميس الونيس والوصفات الأكثر من طيبة اللي رح تكون مع شفاتنا، وتحديدا اليوم معاي القمر الحلوة الشيف هانيا. حبيبتي كيفك؟ منيحة بنت، شو أخبارك؟ تمام انت؟ والله انت القمر ما شاء الله حبيبة قلبي. يعني احنا لابسين احنا التنتين مشتقات النيلي والأزرق، ملاحظين؟ اليوم مزرقين. مزرقين لأن الحلقة الماضية وهاي الحلقة كمان، يعني صح بالصدفة توارد الأفكار. صح شو شيف هانيا، اليوم عندنا وصفات كتير طيبة، وأنا عم بشوف يعني شغلات غنية بكل يعني بكل المكونات اللي هي فيها. صح، عم بتقولي فانيتا هلأ قبل ما نطلع على الهواء، بتقولي والله مليانة هايدي وصفة، مليانة إنجريدينتس هيك، مكونات حلوة. قلت لها صح مزبوط، أيام نكون زهقانين خاصة بآخر الأسبوع نكون زهقانين من الطبيخ، بدنا نعمل إشي هيك ما يغركم إنهم كتار، هم متواجدين دايما، فحلو الواحد يعمل إشي هيك أكلة خفيفة ما تكون إشي تقيل على آخر الأسبوع. وعملت لكم حلو هلأ بما أنه موسم البلح كتير حلو، بده بس 5 مكونات وبده 5 دقائق، فإن شاء الله هيك رح تكون إشي زاكي روعة. وسلطة كمان، سلطة بتشهي أكيد. شيف هانيا معناته إحنا رح نروح ونبلش بوصفتنا الأولى ومقادير الوصفة الأولى. يلا أوكي. كرات الدجاج بصلصة الليمون والكوسة، 500 جرام دجاج مفروم، نصف كوب جبنة موزاريلا، معلقتين كبار جبنة بارميزان اختياري و2 سنتوم، معلقة صغيرة بهارات وأعشاب إيطالية، نصف معلقة صغيرة فلفل أحمر مجروش ومغلف مرق زغلول، بازيلا من الكرم، ملح وفلفل أسود، وعندنا كمان كوب بقدونس وكزبرة، ونصف كوب شوفان، و3 معالق كبار زبدة، ومعلقة كبيرة زيت الكرم. كمان في عنا 4 حبات كوسة، عصير ليمون، نص معلقة صغيرة شطة، باستا أو سباجيتي، أوريغانو، جبنة بارميزان. أما للتزيين بدنا بندورة كرزية وبقدونس. طبعاً بعد ما شفنا مقادير الوصفة الأولى اللي يمكن هم كتار، بس تقدر تتابعوا مع شيف هانيا وهي عم بتطبق الوصفة لحتى كمان تشوفوا شو في شغلات صح ما لحقتوها. وأكيد بدي أحكي لكل اللي عم بتابعون على الفيسبوك إنه يعطونا تعليقاتهم على وصفات اليوم والشغلات السريعة اللي أنتم ممكن تعملوها بالأيام اللي مش عبالكم تعملوا طبايخ. صح مزبوط، أكلات هيك خفيفة سهلة بتكون أشي هيك، فحكونا إيش في عندكم أفكار حتى نطبق لكم إياهم. طب هلأ رح نبدأ بكرات الدجاج. كرات الدجاج أنا جبت عندي صدر دجاج مسحب، خليت يعني اللحم إنه يسحب لي إياه، بعدين فرم لي إياه فرم. هلأ هدول اللي رح نشكل منهم، بدنا نحط عليهم توم. أنا حطيت عليها شوي توم قبل الحلقة عشان كمان تاخد تتنكه، رح أرجع أحط كمان شوي. أوكي رح نحط عليهم بقدونس، ورح نحط كمان كزبرة، هدول رح أخلي الباقي عشان نحطهم مع الصلصة هلأ، وهي شوية كزبرة مش رح أكتر. تمام. كمان رح نحط عليهم جبنة. حلو. جبنة موتزاريلا أو أي جبنة أنتوا بتحبوها، يعني أي نوع. هيهم أظن هيك بكفي. ورح نحط عليها أوريغانو عشان بدي أنكهها، فهي اللي هو الزعتر الناشف، إذا ما عندكم أوريغانو عادي زعترنا البلدي بشهي الصراحة. صح. ورح نحط فليفلة حمراء مبروش، يعني هاي بودرة. وإذا عندكم بهارات إيطالية حلو إنكم تحطوا عليها. البهارات الإيطالية إيش هي عادة؟ بتكون ريحان أو الحبق، بتكون بقدونس، بتكون أشياء منشفة. هي شوفوا كيف بذور الفليفلة فيها بالضبط، ما هي هاي هي، وأعشابها. ورح نحط فلفل. تمام، يعني مكوناتها بسيطة. صح. بتحبي أنت بتحبي برميجان زيي صح؟ أنا كثير بحب البرميجان. طيب معناها رح نحط برميجان فيها. هاي كمشة برميجان، دول رح أخليهم للوجه. أوكي. وراح نحط عليهم شوفان عشان الشوفان يمسكهم أكتر. صراحة يعني هيك. أنا أول مرة يعني أنت هلأ لما قلتي لي شوفان قبل الهواء أول مرة أنا بسمع شوفان. أوتس اللي هي. لا أنا أول مرة بسمع شوفان بهاي الأكلة. ما هي بصراحة بتمسكهم شوي أكتر. هلأ لاحظوا بوصفتي هاي ما رح أحط ملح، أنا عندي رح أحط مرق زغلول اللي هو البودرة.
اوكي، لانه رح يعطيني اول شيء رح يعطيني نكهه للدجاج، لانه زي ما انتم شايفين انا مو متبله الدجاج، مو حاطه له لا بهارات ولا اني متبلته قبل بيوم مع زيت او مع خل او هيك، فرح اخذ النكهه اللي بدي اياها من مرق زغلول. تمام، هيها رح احطه، يعني هاي شيء جديد الصراحه، وشوفوا الفكره انه هو رح يغنيني شوي عن الملح. اذا حسيتوا انه بتحبوا ملح اكثر فيكم تحطوا من ملح الهملايا، تزودوا عليه رشه خفيفه. رح اخلطهم هلا مع بعض خلط منيح عشان ابدا اشكلهم. تمام، شايفه يعني هيك فانيلا فيها اشياء زاكيه هاي الوصفه صراحه، زاكية وغنية، عن جد غنية. وبحب أقول لكم إنها فينيتا اللي قالت لي حطيها، عشان هاي بتنفع للي عاملين كيتو دايت. صح، من اللي عاملين كيتو بتقدري تفكري كمان فيها مثلاً. إنه الأشخاص اللي مثلاً مش من محبي اللحمة كثير رح يحبوا كرات الدجاج، لأن إحنا دائماً كرات لحمة. صح، مزبوط. وكباب لحمة وأبصر شوف، ففي كثير ناس ما بتحب. معك حق 100%. لا بس هي عن جد من يعني هاي من انحاءات فانيتا هاي الوصفة، لازم تنبسطوا عليها صراحة. هي قالت لي الواحد ايام بده اشي لل خلص دجاج وخفيف 100%، وسعره كمان يكون منطقي. وهلا الكيتو شيف هانيا يعني اكثر شيء عم نحس انه الناس عم تتجه له لفترات كثير طويله. مزبوط، صح، الناس عم بدها تحبه. شغلات هيك تغيير عن الاكل اللي هم متعودين عليه، او الشغلات اللي بحطوا لهم اياها يعني بالنظام الغذائي اللي بيعطوهم اياه كاخصائيين تغذيه. صح، هيهم هيك هلا خلطنا الدجاج مزبوط. رح ابدا اشكله هلا. ما تخافوا على الموتزاريلا، الموتزاريلا رح تمسك مع الدجاج، ما رح تسيح يعني، وانتم عمالكم تقلوها بس رح تسيح، بس تاكلوها رح تكون كثير زاكيه. تمام، طيب شيف هانيا ما بتحط عليها ولا اي نوع زيت صح؟ لا جوا، لا ما رح ما في داعي عليها. اوكي، هلا رح نستعمل الزيت لما بدنا نشكلها. تمام. هلا انتم تخيلوا قد ايه هي طيبه الخلطه اللي عندنا، فيها الدجاج، فيها الموتزاريلا، البارميجان، الاشياء اللي البهارات، الاعشاب، فهي كلياتها قد ايه رح تغني عندكم الطعم. سهل تشكليها باشكال ثانيه غير كرات. صح، مزبوط، ممكن تعمليها زي درمستيكس، تعمليها شيء ثاني. صح، ممكن. هلا انا رح اعملهم هيك، ما بدي اعملهم كثير كثير كبار. أوكي. هي بس هيك واحضرهم. تمام، هلا فيكم، انا جربت طريقتين، فيكم انكم تخلوهم هيك تحطوهم بالثلاجه ليتماسكوا مزبوط، وفيكم تعملوا لهم تخبير بالطحين، بس الصراحة على القلي أنا ما لقيت في فرق كتير كتير الصراحة. يعني بلا الطحين أو شوي، بلا الطحين أو شوي ممكن، بس تعملوا لهم هيك تشويحة خفيفة بالمقلاي وبعدين تشوهم بالفرن 100%. طبعا نسلم على كل قاعدين عم تابعونا على الفيسبوك، ونقول لهم مساء الخير أو صباح الخير، وأهلا وسهلا فيكم أكيد بحلقة جديدة من صحتين وهنا، ورح أحكي لإخلاص المنصير تحياتي لإلك. محمد كمان بقول لك تحياتي لإلك. إيمان شرعان تحياتي لإلك، بتقول أهلا بالأمارات. أهلا فيك يا إيمان، نورتينا. نورتينا جد، كلكم نورتونا. وميسون كمان والكل، عن جد أهلا وسهلا فيكم كلياتكم متابعينا. تمام، طب أنا رح أحط هلأ بهذا الوقت رح أحط زيت الكرم هون وأبدأ أقلي كرات الدجاج. معناته أنت حطي الزيت وبلشي أقلي، وإحنا بنطلع لفاصل صغير. يلا. رجعنا لكم بالحلقة ورجعنا لكم بالوصفة الأولى، وأكيد يعني الوصفات مع شيف هانيا ولا أروع عم بتكون، غير أنه مثل ما بيحكولها المتابعين أنه هي متكتكة ورايقة. هي عن جد متكتكة ورايقة، بس تشوفوا العجقة تحت الهواء. بكون رايقة قدامكم، هذا كله تمثيل، بس بالوقت الواحد بكون عمالي بركض بال... لا أنا شايفتك اليوم عن جد رايقة. لا اليوم رايقة اليوم، لأنها الوصفة الصراحة سهلة، مش زي وصفة البايايا اللي عملناها. صح، المرة الماضية أنا وفانيتا، اللي ما شافها وصفة البايايا راحت عليه، لازم تدخلوا على صفحتنا على عمان تي في كيتشن وتشوفوها، لأنها عن جد وصفة فخمة 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 كانت، فخمة وطيبة. وعن جد يعني اللي ماكل بايايا بإسبانيا رح يحس حاله عن جد عم بياكل بايايا بإسبانيا مرة ثانية. طب يلا الحمد لله شكرا يعني حبيبة قلبي، أنت وإيديكي كمان.
فهلا الدجاج اليوم اروق انا لان هالوصفه اسهل. الوصفه زي ما انتم شايفين، جبنا دجاج مطحون، تبلنا لكل اللي انضموا لنا هلا، تبلته حطيت له بهارات تعطيه طعمه طيبه اللي هي الفلفل الاحمر المجروش، الاوريجانو، حطينا له كمان فلفل اسود، حطينا مرق زغلول، وكمان حطيت له بقدونس وكزبره ونوعين جبنه اللي هم الموتزاريلا والبارميجان. البابريكا زعلانه منك اليوم شفانيا. ليش ما جبتي بابريكا اليوم؟ اه بابريكا، والله صح صح معها حق، جبت اليوم امها للبابريكا اللي هي هاي بزبط معنا بزبط معهم اللي هي هذه الفلفل الاحمر الخشن. هلا رح اقليهم هيك تقلايه خفيفه طبعا، وانا عم بقليهم انا قليتهم بزيت الكرم، وفيكم اذا بتحبوا تحطوا عليهم شويه زبده، انا رح احط نقطه زبده عليهم لان الزبده كمان بتعطي طعمه طيبه معهم. صح، هي رح اخذها من هون. واصف بعث لنا، صار لك زمان مو بعث لنا واصف، تحياتي لإلك، او انه يمكن انا ما قدرت اشوف مسجاتك بالفتره الماضيه، بس تحياتي لإلك يا واصف. مصطفى الحماد بمسي علينا، اهلا فيك، تحياتي للحلوين والاكلات الحلوه. تسلموا، شكرا لكم دائما على متابعتكم وعلى مسجاتكم الحلوه اللي بتبعتوا لنا اياهم، انا كثير بستمتع فيهم المسجات. ايام بالليل هيك بفتح على فيسبوك وبقعد بشوف، يعني حلو الصراحه تواصل المتابعين معنا، رائع عن جد جد. هلا هي هيك عمالي بقلبهم، هلا الفكره اني بدي اياهم ياخذوا لون، انا رح اكمل سواهم بالفرن اكيد. طب شوف اللون اللي عم ياخذوه هو من الجبنه ولا من الجبنه؟ مش الدجاج. من الاثنين، من الاثنين. وبعدين كمان لاني حطيت لهم هون الزبده فطلع الطعم احسن واحسن. هلا عبين ما يتقلوا بدي احكي لكم على الكوسه. يا ريت دقيقه، هي هيك خليهم هلا بياخذوا لون. هلا بالنسبه للكوسه، من وين اجت فكره الكوسه؟ هيها الكوسه اللي عندي. هلا هاي الفكره انه في كثير ناس بتحب الباستا بس ما بدها تاخذ شيء فيه كاربس او نشويات، فبيفكروا بطريقه ثانيه انه بدهم شيء برضه زاكي هيك وزي شكل النودلز. فانا جبت في ماكينه موجوده عند كل المحلات الادوات المنزليه، في وحده طبعا سوفيستيكيتد اكثر بتركبيها على الماكينه وتطلع لك اياهم وهيك، بس احنا خلينا نحكي عشان اللي ما بده ما عنده اياها ما عنده هذا عادي، يعني انا ما عندي اياها. في شيء زي البراي بتجيبوه من اي محل ادوات منزليه وسعره حتى معقول يعني 100%. بتجيبوه وبتعملوا عليه الكوسه، يعني هيك حطيتها انا وصرت الفها طلعت لي اياهم زي النودلز زي البراي. بدي اجيب لك وحده والله فنتا. طب سعرها معقول، الكوسه بنقدر نعمل فيها بتقدر تعمل فيها الجزر كمان. أوكي. وكاتبين البطاطا، البطاطا فهي فكره هيك ذكيه وحلوه. صح، يعني تغيير. فانا اللي عملته اني هيك قلبتها. هلا الكوسه عاده ما بتاخذ معكم وقت كثير كثير بالطبخ لانه هي اصلا طريه، رح اخذ شوي من هذا الزيت اللي هون اللي هو الزاكي واخذ من طعمه الدجاج اللي عندنا، فانا ما بدي بدي اوطيه. حلو بفنت انك تتابع معي اول باول. رح اوطيه ورح اخذ منه شوي اللي هو زيت الكرم والزبده عشان هدول الاثنين كثير هلا اخذين طعمه طيبه. صح. مع بعض حبيت يكونهم شيء بصير. هاي رح نحطهم هون ورح اقلي فيهم دقيقه، هاي نزل هاي اكثر شوي. خلاص تمام. رح انزل عليهم قبل الكوسه بدي انزل عليهم الثوم. طيب هيهم عشان بدي ابدا احضر للكوسه. بصير اقرب شوي عشان اقلب هدول. والله يا هي هاي مبينه انها محروقه بس هي صراحه مو محروقه. مو محروقه لا، يعني انا عم بشوفها بس على الكاميرا انه لونها غامق بس صراحه بتنغشوا ما بتكون غامقه. هي احط لك اياها هون بنفتح عشان بدنا بدك تنقليهم. اوكي انا شكرا لك مبدئيا. هلا بعد شوي هلا هون رح نقدح هاي الصلصه اللي رح اعمل فيها الكوسه عشان تنحط جنبهم. اوكي اوكي هي رح انزلهم، عملوا هيك قدحة خفيفة مع بعض، رح انزل عليها الكوسة. هيك الكوسة يا ولعنا. هلا اذا بدكم تطلعوا المي اللي بالكوسة اكثر فيكم انكم تحطوا لها رشة ملح خفيفة. أوكي. وهو هذا اللي انا رح اعمله. طب ممكن نسلقها شف هانيا؟ يعني اذا انسلقت تخافي تتقطع والله هي لانها او اذا بدكم تحطوها بمي سخنه يدوب هيك دقيقتين او ثلاث دقائق وقيموها لانها هي بسرعه بتحسيها بتاخذ لون. انتي هدول رح تحطيهم هدول خلص رح نحطهم بالفرن. رح اقيمهم معنا بس أكلهم. بدي اغلبك اذا انك بدي اخذ الملح من عندك. هي بتقدروا تحطوا رشه ملح وبتقدروا تحطوا لها كمان اذا بتحبوا
شوي من مرق زغلول. هي انا حطيت من هذا المندوبي، ملح هملايا مندوبي، وراح احط كمان عليهم شوي من مرق الدجاج. حبيته البودره، بتتحكمي فيه، بتحطي على الاكلات، يعني بيختلف استعمالاته عن المكعبات. هم عندهم المكعبات طبعا نسبه الدسم فيها اكثر بتكون، فبدها تدويب، اما هذه خلاص على السريع. بس رح احطها هون، انا طفيت هذا. هي رح اجي لهون، منيح قلتي لي، هيها هيك ورح نقلبهم. شايفه اكله زاكيه الصراحه، كثير زاكيه. ورح انزل معاهم كمان شويه زبده، زي ما قلنا هو لنظام الغذائي اللي عاملين للكيتو، فاذا بيقدروا يحطوا زبده، بيقدروا يحطوا شو ما بدهم عليها، فهيها هيك على الخفيف. هلا لتدوب طبعا بدنا نرجع كمان ننكه الكوسه اللي عنا. فكيف رح ننكهها؟ رح نحط لها برضه رشه اوريجانو، ورح نحط لها رشه فلفل احمر، وإذا منحب بهارات إيطالية أنا بقول لا خلاص بكفي هيك، صح؟ أوكي. شو رأيك أنت؟ في هون وهون عادي. لا خلاص في، لأنه على هاي. بس شو في هدول شو بيشهوا؟ كثير حبيتها. طيب يعني. وصفة لذيذة. والحلو إنه شيف هانيا اليوم كمان محضرت لكم إنه الأوبشن الثاني والخيار الثاني اللي هو المعكرونة. اللي هو المعكرونة، صح. فكانت حطيتهم بالمقادير إنه حاطة المعكرونة السباجيتي للي بحب سباجيتي مع الدجاج، او اللي بحب الكوسه يغير طعمه. وهو فعلا انا جايبه هلا بدي احطها او مع بعض. ما هو او مع بعض، صح مزبوط. واصف بيطلب وصفات بالوز، بالفري، بالحمام. احنا عملنا فري من فتره اظن مع شيف خميس كانت، فممكن نعمل لا انا عملت معك. اظن صح معك مزبوط، مش مع شيف خميس. قلت لكم فري وبنعملها، بنعمل شيء ثاني برك ان شاء الله. ما هو كمان يا واصف لانها مش دائما متوفره هاي الاشياء، بس بنعملكم طبعا، ما في اي مشكله. رح اخذ شوي من الزيت اللي عندي كمان. شوف ما ضيعت ولا شيء من الزيت. لسه بدي احكي شيف انه ما ضيعت ولا شيء اليوم. احنا عندنا زيت الكرم وعندنا الزبده فيهم، فزاكيين. فهيني اخذت منهم شوي. هلا في عندي معكرونه كمان مسلوقه انا سلقتها، فرح انزلها. هذا الخيار للي ما بحب، يعني اللي ما بحب كوسه، فهيك صار عندكم خيارين. محضره صلصه بيستو رح احطها عليها. أوكي. اللي هي مع الريحان كمان، فبكون عندكم خيارين. بس بنقدر نعملها كمان بالصلصات الثانيه، صح؟ صحيح مزبوط. يعني روزيه، صح. الكريمة لحال او شيء ثاني كمان معها. المارينيرا في مجال، صح؟ 100% اللي عرفت انتم طبعا فهمتوا عليها لافانيتا ايش قصدها، انها بتقدروا تعملوا معاها الصلصه اللي بالبندورة، يعني بندورة اللي حكيت لكم اياها باسمها الصح، البروفيشنال الكوكينج الكوكينج تيرمز، حكيتها 100% مزبوطه. والثانيه اللي هي الصلصه البيضاء، الصلصه البيضاء او الروزيه اللي هي بتكون بندورة مع الصلصه البيضاء، مزبوط. شوفوا كيف بتطلع زي المعكرونه بالضبط. المعكرونه بتجنن. هلا انا بس تبدا هيك شوي عندي تاخذ هذا اللون وتبدا خلص اعرف انها استوت، رح اضيف عليها الليمون. فيكم تحطوا كمان عليها اذا بتحبوه بازيلا الكرم، عشان اذا بدكم تعطوها يعني خضار اكثر. صح. ما هي هو اختياري يعني. فهيهم هيك. انا حاسس طيب معها كمان فليفله حمراء. الفليفله انت حطيتي البودره، بس فليفله حمراء مقطعه ممكن تطلع طيبه كمان، صح مزبوط. وممكن تحطوا فيها شطه، انا حاطت لكم بالوصفه انه بتقدروا تحطوا معاها شطه، صح. انا الشطه اليوم رح استعين عنها فيها، يعني بدالها بهاي الفليفله الحمراء لانها زاكيه. هي يعني هو الصراحه شوفي حتى تناغم الالوان بنت ما احلى، صح. مي هيك خلص فيها. اوكي هلا زي ما حكينا هيك بدت تدوب وما احلاها. رح ننزل معاهم عصير الليمون. ايوه اليوم ما حدا من المتابعين بيقدر يقول لنا انه احنا زهقناهم بالوصفه. لا لا لا, لا. اليوم تجدد مو عادي صراحه. هذا شيء جديد، شيء عن جد جديد. فهيهم رح احطهم هيك فانيتا لياخذوا مع بعض. رح ارجع انزل الدجاج جنبهم عشان يستوي معاهم. اوكي. وبتكون يعني هيك خلص تقريبا قربت تخلص الوصفه. ماشي هيك. تمام، معناته رح نطلع لفاصل عشان نبلش بعديها بالوصفه الثانيه.
حبينا نورجيكم الوضع الطبيعي بالبيوت. وهيك بالضبط. انا لازم احكي كلمه، لازم اقول لكم كلمه. كانت ستي الله يرحمها دائما تقولنا انه دائما ادعوا انه الله يبعث لكم حدا هيك يساعدكم وانتم بعجقه الطبخ وعجقه العزايم والهيك، صح انه الله هيك يبعث لكم حدا يساعدكم. اليوم انا فنتة انقذتني، لاني جايب البلح اللي عندي بالبيت، وهلا هو انتم شايفين قد ايه هو متوفر بكل السوق. مزبوط. جايبته بس مو ما كنا قايمين البزرات منه ولا مقطعينه. عادي بتصير، يعني مو الواحد بنسى، يعني شو بده يعمل. 100% معناته احنا هلا احنا ناخذ وصفتهم. احنا هلا يا جماعه يعني نوهنا لكم شوي شو هي الوصفه اللي وراها، صح؟ فناخذ المقادير. يلا تارت البلح بخمس مكونات: عنا 200 جرام بسكوت مطحون ناعم، ومعلقتين كبار زبده، ومعلقة صغيرة قرفة، وبلح وجوز، و250 جرام حليب محلى مركز. بس هذا هو يا جماعة، خمس مكونات، أكثر من هيك ما بدكم. وهي شغلة سهلة كتير، إجاكم الضيف هلأ بده يجيكم بعدين، يعني انتم بتقدروا كمان انكم تعملوها بسرعه لو كانت المكونات موجوده عندكم. مزبوط، ما بدها شغل وما بدها تعب وكركبه. 100%. طيب هلا رح نبدا فيه اللي هي بسكوت مطحون. اقول لكم شيء، انا اغششكم عن حالي شيء، انا ايام بجيب البسكوت بطحنه وبحطه بمرطبان ضغط وبحطه بالخزانه، عشان حتى لما يجي حدا، يعني تخيلوا لاي درجه انا التحضيرات بطول. صح. الجزء البسكوت المطحون بحطه بالسياره، وبعمله على السريع. فهلا احنا حاطين هون عندي البسكوتات، راح احط عليهم رشه قرفه، تمام، عشان القرفه كثير زاكيه مع البلح، وراح احط عليهم الزبده. هي احكي لي امتى خلص لما يكفوا. خلص اظن انه بيكفوا. بيكفوا والله. بيكفوا والله. تمام انت حبيبتي، يسلموا ايديكي وايديكي. طيب هلا راح نحطهم هيك، وراح اخذ الكفه الثانيه. اوكي، عن جد هي وصفه قديمه على فكره وبسيطه كتير، يعني بس انا قلت فكره اني اذكركم فيها عشان للاسبوع الجاي او اللي بعده رح نعمل وصفات تكون ادسم وبدها شغل. بالزبط. عشان ما تقولوا هانيه دائما تعمل اشياء صعبه، هيك بكون يعني شكلنا اليوم كلها اجمالا الوصفات اشياء سريعه. 100%. طيب شو بنقدر نعملها بالتمر اذا مش البلح؟ بتقدري، بس انا لقيتها كتير بتطلع حلوه فانيتا، لانه الحليب المحلى المركز حلو والتمر حلو، يعني بدك تختاري تمر يكون شوي، يعني انه مش من اللي بيكونوا كتير كتير حلو طعمه. 100%. البلح بحسه شوي اخف حلاوه منهم، صح، عشان هيك انه بزبط. هلا هيك زي ما تقولوا فركناهم، فركنا القرفه وفركنا الزبده. هلا رح نحطها هيك نفردها. انا اليوم اصلا حاطه كميه الزبده قليله، لانه ما تنسوا انه البلح حلو والحليب المحلى المركز بس ينزل سوري على البسكوت رح يمسكوا مع بعضه. فهيهم رح نرتبهم هيك على الأطراف على كل جهتها، يعني ما بدها إشي، وصفة بسيطة سريعة ما أخذت معانا ولا أي إشي. بدي أفسد لكم، شف هانيا بس إجت بتقول بصراحة أنا مستحية إني أطلع بهاي الوصفة على الهواء. قلت لها بالعكس، يعني الناس بتحب تشوف إشي سريع، بتحب تشوف كمان إشي يعني صعب، لحتى يعني يكون عندهم تنوع. صح. أكثر. مزبوط، صح. يعني بتعرفي أنا كنت حاطة قبلها إنه يمكن نعمل حلاوة الجبن اليوم، بعدين رجعت. صح. قلت لا خلينا نأجلها بما انه الثيم كلياته اكلات بسيطه. وهيك بتعمل دائما، بتشهيني على الشيء قبل باسبوع بعدين ما بتعمله. بعدين بخدعها بقولها لا خلص 100%. طيب هيهم هيك رح نرتبهم، ورح نحط بيطلع معاها كتير زاكي الجوز طبعا. شيف قولي لي. زياد بقول لك يعني بصراحه عجبني، بده من الارجنتين والبرازيل اكلات. اوكي يا زياد، لازم خلص نبحث عليهم. صح. طيب حاضر. ما أنا يدانا، لأني أنا بشتغل بالبيت هيك بسرعة، بحس حالي دائماً خلص إيدي أخذة على السرعة، بتقولي شوي. طيب خلص عادي. ها هلأ رح نرتب عليهم كمان، أنا بحب أحط عليها جوز إذا بتحبوا، يا أما الجوز هذا العادي جوز عين الجمل اللي موجود عند الكل، أو بتقدر تحطوا عليها كمان بيكان اللي بدكم إياه.
فهيهم رح نحطهم على الطراف. والله جد سريعة. طب بتحطيها بالثلاجة؟ لا بدها إشي ولا خلص هيك بتتاكل؟ لا بس نكون لا هلأ رح نحط عليها الحليب وندخلها على الفرن بس. بالفرن. بالفرن. أوكي تمام. هي بالفرن رح تشوفي قد ايه ريحتها حتى رح تعبي الدنيا قد ما هي زاكيه. يعني بقول قد ايه وصفه بسيطه بس انا اول مره لما اكلتها عند ناس فكرتها اشي معقد. قلت يا الله ايش الصوص اللي محطوط على الوجه، ايش اللي محطوط فيها، يعني ما بتعطيكم انطباع قد ايه هي بسيطه بالحقيقه. صح. من نكهتها الزاكيه طبعا كل هذا الحكي. فهيهم هيك اظن بكفيها خلص. هلا رح نرجع نحط عليها كمان رشه قرفه. يا عيني عشان هي القرفة الصراحة هي سر هاي الأكلة. فهي رش رشة قرفة. لما تكون الوصفة هيك كتير سريعة وخفيفة لطيفة الواحد هيك بكبرها. يا عيني يا سلام. عن جد. والله حبيبتي. فهيها رح ننزل عليها حليب محلى مركز. هلا الحليب المحلى المركز عادة العلبة فيها 396 جرام تقريبا. احنا ما رح نحطها كلها لانها كتير كبيرة، رح ناخذ منها تقريبا يعني اكثر من النص بشوي، خلينا نقول ثلثينها بكفي. اوكي. لانه كلها بتطلع كتير دسمة الا اذا مستعملين جات اكبر طبعا. واذا بدكم الباقي حطوه مع كاسة شاي مع نعناع. والله طيب. بالفعل. وهيها رح نحطها هيك على الداير من كل الجهات. أوكي. يعني زي ما حكينا هي برجع لكم اذا بتحبوها كثير بتحبوه حلو كثير وبتحبوا انه ها بتقدروا تحطوها كلها تحطوها كلياتها. انت ما حطيتي مع البسكوت ما في اي نوع محليات صح؟ لا ولا هو حلو لا ولا بدون في سكر اي شيء سكر لا. اوكي كثير خفيفه صح عن جد كثير خفيفه لا حطت سكر ولا شيء يعني ابدا ابدا. طحنت هالبسكوت وحطت هالبلحات وحزوزات وحطت عليهم الحليب خلاص خلصنا. والله يا بنت اقول لك شيء، كلنا بحاجه ايام وصفات هيك بسيطه. يعني الواحد حلو خمس مكونات بس انه ما بدها كثير. مزبوط معك الحق، مش ضروري دائما كعكه وكاسه شاي. مع كاسه شاي كاسه قهوه. بدي احكي لساميه بتسلم عليكي. اهلا فيك يا ساميه. ساميه نصراوي وعندنا مندر كمان يسلم علينا. واهلا فيك يا مدير حنان. ساميه دائما بتشاركنا تعليقاتها. صح. وبحب تعليقاتها دائما. شكرا لك يا مزبوط. ساميه مزبوط. وعندنا كمان ام مصطفى كثير بتحبك، بتحكي عنك متواضعه وطيوبه ورايقه بشغلك. اسكاكي شكرا لك يا ام مصطفى، والله هذا من ذوقك الصراحه. انتم متابعينا الحلوين اللي بكون هيك حكيكم حلو ومشجع، يعني عن جد لا يقدر بشيء. صح جد. طيب هلا هي صارت عندي تقريبا جاهزه، رح اخذها احطها بالفرن. اوكي هاي هيك نكبها بالزبالة. خولة كمان تحياتنا لإلك. هلا تهاني كانت تحكي عن الدجاج فتحياتنا لإلك كمان. طيب تهاني. اهلا فيكم. يعني هي بتعرفوا اليوم بدي احكي لكم شيء صحيح. هلا هاي رح احطها على ال 180 اوكي تقريبا او 200. بدي أقول لكم إشي. هلأ على فكرة مكعبات الدجاج هي عالم كتير كبير. يعني إحنا اليوم عاملينها مع الليمون، كنت بدي أعملها الصبح لناس هون بيحبوا الأكل الصيني، كنت بدي أعملكم إياها على طريقة صينية إن شاء الله. الفترة الجاي أنا رح أعملكم إياها. عالم كتير كبير مكعبات المربعات إيش هي مكعبات مش مربعات كرات طلعت معي الكلمة مربع مثلث كرات الدجاج عالم كتير كتير كبير بتقدروا تدخلوها بكتير أكلات. صح. بس هذا اللي بدي أقوله. صحيح. خلص. طيب شوف هانيا رح نطلع على فاصل يلا. ومن بعدها نكمل يلا. أوكي شوفوا يا جماعة أنا قبل شوي هيك سمعت حكي عشاني ما بسلم على نصوح. يعني حسيته زعلان مني أو متضايق يعني، فمو عارفة أسلم عليه ما أسلم عليه، بس يعني دانا هيك حسستني بالذنب صراحة. فبنسلم على نصوح ومنقول شكرا كتير إنك بتكون معانا بالحلقات دائما، ورح أترك كل الموضوع هذا لتمارا زميلتي بكل حلقة. بس هلأ مثل ما عم بتشوفوا شفهاني حضرت الطبق الأخير الأول سوري الأول الطبق الأول. صح. حطت المعكرونة من برا وحطت الكوسة من جوا، فبتقدروا يعني أنتوا تشكلوا صح وتاكلوهم تنين مع بعض الكوسة والمعكرونة بنفس الوقت. صح مزبوط. يعني هيهم إذا بتشوفوا هاي الكوسيات من هون محطوطين هيهم. صح طلع لكم إياهم شوي عشان ضلكم شايفينهم.
اوكي هي هيك، وحطينا فوقهم الدجاج. بتقدروا تخلطوهم مع بعض كمان، يعني بنخلطوا اثنين مع بعض. شوف حلو الصحن ما تخربوا. خلص ما رح اخربه. لا خلص خلص رح اعطيكي انا هدول عشان انا اخذ احط الطبق عندي. خلص تمام. اوكي اوكي حطه انا ولا تقدري لي. يلا تمام، رح نروح هلا للوصفه الاخيره لحتى نشوف شيف هانيا شو محضرت لنا. سلطة الجريب فروت الزهري مع البقلة، عنا حبتين جريب فروت زهري وخس مقطع، بقلة، ذرة حب، جبنة بيضة، رمان حب، بصل أخضر، خل من الكرم، ونص كوب مايونيز، نص كوب لبن، نص كوب لبن شنينة، ومعلقة صغيرة ماسترد، وملح وفلفل أسود. كمان وصفة غنية بالمكونات وبسيطة من شيف هانيا. مظبوط هيها. بس بدي ابعدهم هلا. هاي الوصفة انا كنت عمالي بشتري اغراضي للبيت فلقيت في الجريب فروت الزهري، انا كثير بحبه الصراحة. انا كمان يعني عن جد هيك بغريني من بعيد، فحتى ما كانت اليوم السلطة هاي، امبارح بس شفتهم عن جد لقيته بشهي فاخذتهم وقلت خلينا ندخلهم بالسلطة. طيب هلا بدنا الجات اللي بدنا نحط فيه السلطة بعد اذنك. أوكي. المربع. أيوة بليز. المربع. أوكي. رح نعملها، هي سلطة كتير خفيفة وسهلة وما بدها يعني شايفين حتى تكاليفها مش كتير كتير عظيمة. صح يعني هم هدول التنتين كانوا طلعوا بأقل من دينار. بالضبط عن جد 100%. فهلا اللي رح نعمله أحلى من وطعمته أزكى. صح أحلى من هداك. صح مزعتها. بس الثاني يلا هلا. فكرة كمان اليوم السلطة اللي عنا حبيت إني أزيد لكم عليها إشي جديد اللي هو البقلة، لأن هالبقلة كتير بتطلع زاكية مع الجريب فروت الزهري الصراحة، بحسها هيك بتكون فيها إشي هيك جوسي فزاكية. هلأ اللي رح نعمله رح نحط هون عندي الخس. بدك نخلطها فانيلا ولا نحطها هيك وخلاص؟ أنا بحب تكون مرتبة صراحة. لا رتبيها أحلى. ومنحط الدريسنج لحالها. الدريسنج لحال جنب. أو عليها من فوق يمكن. صح طيب كمان معاكي حق. هيها رح نحط هيك عنا الخس كله رايح. شوف هانيا ما كله هو كله رح يتاكل هو بالآخر. مزبوط. هلأ هاي زي ما انتو شايفين رح نحط هون الخس. أوكي. ورح نحط كمان البقلة. هيها شوفوا قديش فريش وقديش بتشهي عن جد. قدي لها فوائد. قدي لها فوائد يعني. صحيح. دايماً دايماً عن جد حاولوا تدخلوا كل يعني كتير من أنواع الخضار تدخلوهم بالسلطات اللي بتستعملوهم، لأنه عن جد لهم قيمة غذائية كتير عالية 100%. فهي رح نحطهم بهاي الطريقة. أنا حاسة هيك بكفي. هبدأ أشوف كيف بدك تقطع الجريب فروت. هلأ بنقطعه، بس بدي أحط هدول قبل عشان بعد شوي حاسة شوي عجقة قدام. خلي لك مكان أكتر. هلأ بتحطوا جبنة بيضة. جبنة بيضة إيش ما بدكم، عندكم جبنة نابلسية، عندكم جبنة حلوم، اللي بدكم إياها خضرة يعني اللي بدكم إياه، بس يعني أكيد مش موتزاريلا مثلا. أكيد فتة بحسها إنها كتير بتطلع حامضة معاهم. صح. يعني برجع لذوقكم. تمام هي هيك. ورح نحط الذرة. الذرة زاكي الصراحة، زاكي كتير بحسه. زاكي مع السلطات. هاي على كل الجهات شكلها كتير طيبة. شوف هاني إن شاء الله رح تطلع زاكي. بس متحمسة كمان للدريسنج رح تعملي. هي هيك هي الدريسنج سرها هي الصراحة. وأزكى إشي فيها هاي. والخس والسوري البصل الأخضر. نفس السيارة هاي، بضلني أتذكر تبعت السيارة وأفرط من الضحك فنتا عليها. مشكلة لا أنتي متذكري ولا أنا سامعة ولا إشي ولا إشي كان. هاي رح نحطها هيك لقدام عشان أستعد أقطع الجريب فروت. تمام. عليا بتسلم عليكي شيف هانيا، بتقول لك يسلموا إيديكي، هي بتتابعك من جدة حبيبتي يا عليا. بتسلم كمان على بنتها بعمان. اهلا وسهلا فيك يا عليا. انت وكل اللي بتابعونا بجده وبالرياض واصحابنا كلياتهم. بدها تجرب التارت. والله التارت شايفه والله يا عليا رح تعمليها وتدعي لنا عليها عن جد. شوفي ما احلى لونه فانيتا. بجنن بشهي بجنن عن جد. هاي رح نحطها هيك نقطعها. وقديش جوسي يعني كلياته بتحسوا هيك فيه عصير عن جد زاكي. هاي رح نقطع. سهى الشخشير كمان تسلم علينا شيف. اهلا فيك يا سهى. سهى دائما من المتابعين
الداعمين وبتعطينا افكار وبتعطينا اراء دائما. تسلمي لنا يا سهى على الكلام جدا رائع. وكمان امل بتسلم علينا. الله يسلمك يا امل. الله يسلمك. وخوله. وخوله كمان تحياتنا الكبيره لك. بسألك زياد، هل ممكن استعمال اي نوع من البلح ولا هي بلح معين من انت اللي استعملتيه؟ ممكن اي نوع يعني. بس انا بفضل انه ما يكون مستوي كثير كثير يعني دايب على الاخر، وبفضل ما يكون كثير حلو يعني عشان يكون انه هيك يعطي كونتراست حلو هيك هو والحليب المكثف المحلى. صح. بس طبعا بزبط يعني. انا عاده يا زياد لما بكون في عندي بلح وبايت ومو عارفه شو اعمل فيه، او حدا ببعث لي من الجيران مثلا وكميه كبيره ما بعرف شو بدي اعمل فيها، بناكل منهم. بس راسا بعمل هاي التارت كمان هلا. صحيح. وقته هو. هاي حطينا هون كل الجريب فروتس. يا الله شو شكلهم شهيم كثير الصراحه عن جد. بسلم على وليد عباسي كمان، ومنذر بسلم علينا كمان. الله يسلمك يا منذر وعلى وليد كمان. هاي حطيناهم كل الجهات وصارت بتشهي. هلا نعمل الصلصه تبعتها. الصلصه تبعتها كثير بسيطه. في عندي مايونيز وعندي لبن. هلا انا بحس المايونيز واللبن لهاي السلطه بالذات شوي هيك سماك، فاحنا بدنا نخففهم. بايش رح اخففهم؟ رح احط لهم شويه شنينه شويه صغيره. حلو. بس بدي زبديه صغيره. والله ابداع يعني شفران. انا بحب هيك الواحد ايام يعني يحس فيها للوصفه ويحط ايش الاشي اللي بحسه بالبق معها. سميتك رانيا انا، لاحظتي ولا لا؟ الايه شف رانيا بقول لك يا رانيا هانيا كلياته قريب على بعضه. طيب هاي هيك دقيقه بس شوي. هاي جاي المي تبعت الجريب فروت. يلا هاي يعني كيف اقاوم انا واقفه قدام هذا الصحن شيف؟ يا الله. هلا انا وياكي بعد بعد الحلقه هلا بنهجم عليه بالضبط تحت ايدي. هذا بمسكه هيك وبهرب فيه بعد الحلقه. يلا على حسابك. هلا رح نحط المايونيز. هلا الكميه اللي انا عملتها بالدريسنج كبيره، هي اللي نص كوب نص كوب. انتم فيكم تعملوا قد ما لازمكم، او بتعملوها بتقدروا تخلوها بالثلاجه. انا كثير ايام بعمل الدريسنج او الصلصه تبعت السلطه ما بحطها عليها، بحطها اني بمرطبان او شيء هيك بسكرها بحطها جنب اول شيء السلطه. يا بنحطها عليها يا اما بنخليها لسلطه ثانيه يعني. أوكي. كيف اللي بنشتريهم عاده من السوق، بس بكون طبعا مده صلاحيتهم اقل شوي. شو رايك اطول اللي بالفرن حافظه؟ نعم اطولها. هلا رح اعطيكي بس بدك عندك المساكات. ما تقلقي عامل حسابها فنتا طبعا. هلا لاني شفتهم تحتي على السريع قلت لك انا بطولها. هلا بالنسبه للصلصه زي ما حكينا، حطينا اللبن وحطينا المايونيز والماسترد. رح نحط رشه فلفل اسود ورح نحط رشه ملح، وزي ما حكينا رح نخففها. رح نحط لها شويه شنينه مش كتير، ورح نحط لها خل كمان. انا مستعمله اليوم خل اللي من زمزم. رح نحطه هيك على الخفيف. يسلموا ايديكي. هاي فنتا ولا احطهم؟ لا رح نحطها على ذاك الجاط العالي مباشرة. مباشرة. اوكي اوكي زي ما حكينا. مصيبة انا بالمايك. لا طيب هي هيك رح نحركها. هلا الصلصة اللي عندي صارت جاهزة زي ما قلت لكم، رح نحطها بابريق احضرها. اوكي يلا هي هيك. وهي شو المخرج؟ شو احنا كل راحتك حسي حالك بالبيت ناسي في مايك ناسي في نسو كله خلاص. هاي الصلصه اللي عنا صارت جاهزه. ان شاء الله هيك تحبوها هاي السلطه وكلكم تجربوها لانها عن جد رائعه. فهي رح نحطهم كلهم بالابريق. الله. اوكي ما رح احطهم على الوجه يا دانا، رح اخليهم هيك جنبهم. اطيب اطيب. رح تحطي الرمان بس اخر شيء؟ رح احط بس الرمان. اوكي هي رح ارشه بايدي. تمام. طيب شيف احكي لنا شو عملنا اليوم. اليوم عملنا وصفات سريعة بما انه احنا باخر الاسبوع، فعملنا وصفات سريعة ما بتاخذ منكم وقت كتير. عملنا كرات الدجاج، عملناهم مع الكوسة وصلصة الليمون وبتقدموا طبعا اذا بتحبوا مع باستا. وعملنا تارت البلح السريعة كتير بس 5 مكونات، وعملنا كمان السلطة اللي بالجريب فروت الزهري. الله. ان شاء الله يا ربي انها تكون هيك وصفات على ذوقكم وتحبوها وتجربوها وتخبرونا شو رايكم فيها. بتجنن صراحه شيف. يسلموا ايديك الشيف هانيا، وشكرا كثير لكل اللي تابعونا اليوم،
شكرا لكل اللي بتابعونا على الفيسبوك واللي بتابعونا كمان عبر شاشة عمان تي في. اكيد بتقدروا تحضروا الحلقة مرة تانية واحنا رح نشوفكم بعدين، بس انتي رح نشتاق لك بعدين. اكيد رح نشوفك شفانيا. شكرا لك. شكرا.